كابتن خالد معروف عن موسيماني مش عشان والله بيدرب في الاهلي بس دايما يعني اللي بيتاخد عنه مش عليه انه جيد جدا في قراءه المنافسين يعني ده بيؤخذ عن موسيماني احنا بشكل عام لا موسيماني ما فيش جدال عليه ده مدرب كبير مش بتكلم على كبره لا مش بتكلم على كبره ومدى خبراته لا مش بتكلم على انه قدير بيعرف يقرا المنافس التنفيذ ممكن بقى نقول ان التنفيذ ما كانش كده يعني هو كل الفرق الافريقيه دايما مواطن الضعف عندها الديفنس الباكين خاصه الديفنس وبالذات الاثنين اللي في القلب زي ما هاني بيقول زائد ممكن حراسة المرمى بس بقى فرقة سيمبا عندها حارس المرمى بتاعها كويس يعني من الحراس اللي أنا شايفهم يعني أنا عجبت بيه يعني حارس ماسك نفسه يعني فاهم شوية ولكن خط الدفاع بتاع فرقة سيمبا لو اتضغط عليه من قدام من عندهم كان هتبقى ممكن تفرق معاك طبعا هيبقى تفرق معاك كنا هنعمل لهم مشاكل كتير وكنا في نفس الوقت هنريح نفسينا من الضغط اللي احنا ممكن كنا نشوفه نتيجه هم عندهم 3-4 قدام هم كويسين بيتحركوا كويس سواء بكوره او من غير كوره عندهم سرعات بيعرفوا يصوروا عشان لقوا مساحه كابتن عشان لقوا مساحه نيجي بقى الدروس المستفاده بقى حاجه للعيبه التنظيم الدفاعي دلوقتي في الكوره بيقول لك لازم تبقى تحت الكوره حلو جدا ان انا ابقى تحت الكوره يبقى الكوره دايما قدام ولكن لغايه فين ال 30 يارده الاخرانيه التلت الدفاعي الاخير بتاعنا اللي هو من خط ال 18 قولي 15 يارده قدام لغايه القوس بتاع النص الملعب من تحت كمان او يعني هم 30 يارده يعني من خط ال 18 قولي 12 يارده كمان قدام في المساحه دي تمام مفيش تحليق مفيش حاجه اسمها ان انا اخش احلق او ان انا اقف اقول هو هيبصيها غلط فهنقطعها لا لازم اخش ولازم امد رجلي ولازم ما ترقص عمليه الضغط حضرتك بتتكلم على عمليه الضغط مفيش تحليق لان احنا الجون اللي جه فينا لان مفيش حد ضغط على الراجل الراجل على خط 18 محدش ضغط عليه عدل وشاط جت جون هي طبعا راحت في حته صعبه جدا وممكن لو عادها مليون مره مش هيجيبها كده ولا هتروح في الحته دي ولكن اهي جت تمام فيبقى ال 30 يارده الاخرانيين في الثلث الدفاعي بتاعنا مفيش تحليق وفي الكوره بنقول ان انت لازم تبقى وانت بتدافع بتبقى اجريسيف شويه يعني اجريسيف ديفنس ازاي ان انا ببقى اجريسيف قوي يعني وازاي وانا بهاجم ابقى اجريسيف فدي نقط يعني دي نقط بتفرق مع فرق بالذات كل ما هتلعبي مع مستويات اعلى شويه لازم انت بتعلي بنفسك او نسبه تركيزك في الكلام ده بيبقى كبير شويه اعلى طبعا.